ده اللي كان اول ما يعني بدأ علم التشفير يظهر كان الحاجات البسيطه اللي اقولها دلوقتي دي مع بعض كانت هي دي المستخدمه، ولكنها دلوقتي بقت جزء من نظام تشفير اكثر تعقيدا، لكن هي نفسها مكون اللبنات بتاع اي نظام تشفير. خلاص؟ فالبيسك انكريبشن ده بيتقسم لنوعين، سبستيوشن سايفر وبرميتيشن سايفر. سبستيوشن سايفر حاولنا نلاقي اي انكريبشن في اي كريبت سيستم عموما عباره عن بلاك بوكس داخل منه بلين تكست بي وخارج منه سايفر تكست سي، ده الانكريبشن عموما. تمام؟ البي دي از سيت، يعني دي انا مش مدخل وان اليمنت، انا مدخل مجموعه من الايه؟ يعني لو ده تكست يبقى انا بدخل مجموعه من الحروف، كل حرف بينتمي لبي هسميه بي اي، وكل حرف بينتمي لسي هسميه سي اي. تمام؟ يبقى ذير شود بي صم مالي بيحول من بي اي الى ايه؟ سي اي. فالمالي ده اسميه مون لو كنت بستخدم نفس الرول عشان احول افري بي اي وافري سي اي. يعني لو انا عندي رول واحد بس اللي بطبقه على بي 1 عشان احولها لسي 1 هو اللي بعمله مع بي 2 هو اللي بعمله مع بي 3 وهكذا، يبقى ده اسمه ايه؟ مون سبستيتيوشن. تمام؟ المون سبستيتيوشن في ابسط صوره خالص هو عباره عن سمبل اديشن. بس قلت لكم خدوا بالكم ان احنا بنشتغل موديولار ارثماتيك. يعني ايه موديولار ارثماتيك؟ الارثماتيك علم الحساب. خلاص؟ موديولار ارثماتيك علم الحساب القياسي. علم الحساب القياسي يعني انا مش بالضروره شغال بيز 10 ولا حتى بالضروره بيز 2 ولا بيز 8 ولا بيز 60 والحاجات المدن العاديه اللي انتم تعرفوا عليها دي، مش بالضروره انا اشتغل بيها. أنا ممكن أشتغل بيز إم، حيث إم دي أي إيه؟ أي رقم، يبقى كل حساب هيتم إيه؟ بيز إم. لو تفتكروا إحنا عملنا خدنا مثال بسيط كده للمونو سبستيوشن الأسبوع اللي فات، قلنا إيه؟ لو أنا قلت إن سي أي تساوي بي أي بلس سام بونس فروم إيه؟ خلاص؟ وطبقت ده على إفري بي أي سنجل روم. فاذا انا قلت ان سي اي يساوي بي اي بلس اي في كل اي لكل حروف الرساله الاصليه هطلع الحرف المناظر في الرساله المشفره باستخدام دي سيم سنجل رول، يبقى ده اسمه ايه كده؟ مونو سبستيتيوشن. وخدنا اكزامبل اللي هو ايه؟ سيزر سايكل. لو قلت سي اي تساوي بي اي بلس 3
ما اكتر من 26 يبقى هقسم على 26 واخد الايه الباقي بهمل الكارثه صح. انا لو افترضت ان في نظام عددي وهمي كل ديجيت فيها 26 احتمال يبقى هفضل هقول 0 1 2 طبعا هخلص الامور بعد 9 هعمل اي بي سي اي حاجه وبعد بعد الحرف رقم 25 هحط صفر احفظ الخانه واخد كاري واحد صح. فاحنا شغالين هاف اديشن وبالتالي الكاري ده انا مش معايا يبقى 0 1 2 3 25 0 1 تمام. فيبقى 23 زائد 3 لازم اعمل كده عشان افهم ان ده مش علم الحساب العادي خلاص. ده بيساوي كام؟ اللي هو مين which means ان الاكس ماب للايه؟ 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 وبالمثل دي وبالمثل ايه؟ سي. خد بالك انا بدات من دي وبوصل لزد وبعدين ارجع اعمل الكي والبي والسي معناها السبستيشن سايفر. ما هو السايفر تكست لازم يطلع من نفس جنس البلين تكست. كل اللي عملته ان انا عملت ايه؟ مابينج. ده اسمه ايه؟ مابينج. This is the rule of the mapping. تمام؟ قطع يبقى ب 24 قطع 25 لان ال 50
معديه حتى ال 250 لو ضربت. افترض انا قلت لك 25 في 25 بكام؟ 625. ما فيش 625، هتقسم على 26 خد الرمايه وتجيب الايه؟ الرمايه وتجيب الباقي، ما اعرفش الباقي الحق. خلاص؟ 26 في 20 ب 520 وتبقى 105. خلاص يبقى فيها الاربعه ب 104 يبقى بقى 1. تمام؟ يبقى 25 في 25 مودل 26 1. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ دلوقتي بقى ده فيري سمبل مان. واي سبستيوشن سايفر ما هو الا مان. هقول لك بقى سر، مش اي كابشن في الدنيا ما هو الا مان. انا عندي بلين تكست وعندي سايفر تكست وعندي سم رول بيحول من دي لدي. تمام؟ يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ مابي. خلاص؟ فالسبستيوشن سايفر از مابي. وده الرول بتاع المابي. لكن انا لو بستخدم وان سنجل رول فور اول ذا اليمنتس اوف ذا بلين تكست يبقى ده اسمه مونو ايه؟ مونو سبستيوشن. انا ماشي بستخدم نفس الرول على طول. يعني لو دلوقتي كده طويله انف، يبقى البروبابيلتي ان
اتفقنا في قواعد احصائيه. القواعد الاحصائيه دي معناها ان انا لو جبت اي بيس اوف تكست اللي هي اكتر حرف اتكرر فيها دي، لا، لكن كل ما يبقى الرساله اطول، والا لو انا لو قعدت اطول الرساله كده لما النهايه ولسه الاي مش اكتر حرف بيتكرر، يبقى اللي عمل البحث ده كان غلط. خلاص، كل ما طول الرساله يزيد كل ما البروبابيلتي اكتر حرف. لو حصل ده فاحنا الاي شغال ايه؟ اتش. فالراجل اللي بيستقبل النص المشفر هيبقى عنده رساله مشفره طويله اكتر حرف بيتكرر فيها هو الاتش، فيفكر ان هو يجوه بات لثلاثه فتطلع محمد. ميكس سنس. يبقى جابها كده من اول ايه؟ ايت. على اسوأ الحروف تاني حرف بعد الاي تي. فلو ما كانش اكتر حرف اتكرر في البلين تكست الاي، فموست بروبلي هيكون التي. فلما اول مره رضاها ما جابت كلام ملوش معنى، فهيجرب فيه ان الـ ان الـ ان الاتش تكون تي مثلا. لو كان مثلا اقول خليها على عكس المثال ده، لو كان اكتر حرف اتكرر في رساله هو التي، فالتي هتبقى ايه؟ هتروح لفين؟ لدم. فهو هيلاقي في السايفر تكست دم، صح؟ هيفترض ان الدبليو كانت ايه، فيلاقي الرساله مالهاش معنى. فهيجرب الايه؟ التي. هيفترض ان الدبليو كانت تي، هيرجع للثلاثه فيفك الشرط. خلاص؟ ففكروا نعمل حاجه اسمها ايه؟ كلمة أكيد يعني. ماشي، بس هي الفكرة أنا
يعني مش عايز اقول يفك، يحل بقى الشفره، اللي يفك الشفره ده هنخليها تجربه. الشخص اللي بيحاول يحل الشفره يعني يقف الرول هيلاقي اكتر حرف بيكرر الاتش، وهو عارف ودي مكتوبه قدامه بالحروف الانجليزيه، عارف ان اكتر حرف بيكرر ايه، فالاتش عشان ترجع تبقى ايه يبقى لازم يرجع باكورد كام؟ ثلاثه، يبقى هيرجع كل حاجه باكورد ثلاثه، ومن هنا كنت اوريدي عامل كل حاجه فورورد ثلاثه، فهتطلع رساله اصليه، فهيلاقيها ميك سنس، لان الرساله الاصليه دي رساله نصيه، امر مثلا قائد بعته للجيش ولا اي حاجه. هو التي ده النكست في ترتيب الاحصاء. فانت هتحط ثلاثه فهتطلع ايه؟ دبليو، فيفترض ان الدبليو كانت ايه؟ الفرق شوف بقى الدبليو الفرق بين ايه والدبليو قد ايه؟ فهيرجع باكورد من الدبليو بايه؟ هيلاقي مثلا هو لازم يرجع 17. هيقوم راجع كل حاجه 17 هيلاقي حاجه مالهاش معنى. هيترايل ايه؟ الحرف اللي بعده. تمام؟ ليه؟ لان انا شغال موم، انا مش بلعب، انا ماشي على نفس الخط على طول. دلوقتي انا هبتدي صعب المهمه شويه بس بعد ما اجاوب سؤال كده. السايفر تكست فيلز لازم يبقى اكبر او يساوي الفيديو، مستحيل يكون اقل. انا زعلان جدا، انا زعلان جدا، ده شرط اساسي. ايه بقى؟ مين اللي يقول لي الشرط الاساسي يكون ايه؟ يكون بيساوي برافو عليك. شرط اساسي يكون ذا سيم سايز، شرط اساسي يكون ذا سيم سايز. انا كنت حرف فرصة
لازم اقسم الرساله دي لايه؟ اوكي. كل بلوك فيه ثلاث ايه؟ ثلاث حروف. على كل بلوك هطبق ثلاثه بس حروف وارجع اطبق نفس الثلاثه حروف على البلوك الايه؟ اللي بعده وهكذا. خلينا نفهم دي نمسك. الحرف الاول من كل بلوكس بيعمل ست، والحرف الثاني من كل بلوك بيعمل ست تاني، والحرف الثالث من كل
if the block is big enough بحيث ينطبق عليه قواعد التحليل الاحصائي هيحاول خد بالك بقى بس هو مش هيدور على السنس دلوقتي ده هيحاول يدور على اعلى حرف هنا واعلى حرف هنا واعلى حرف هنا ويقوم ويجمع المسج تاني ويشوف هي بتميك سنس ولا لا فيلاقي واحده ما نفعتش هو مش عارف هي مش نافعه من انهي واحده من الثلاثه مع ان انا ضرب حاجه سهله ثلاثه بس خلاص فهيجرب تاني حرف هنا مع اول حرف هنا هيفضل بقى قاعد شغال ايه تباديل وتوفير في النهايه مش هيوصل للبلين تكست طالما انا مستخدم عدد محدود من الكيس هيوصل البلين. ممكن يوصل للبلين تكست وعشان كده قلنا في المحاضره اللي قلنا ايه مفيش سايفر بيرفكت لكن التكس لونج الدنيا دلوقتي ما بقتش بنفس الايه ما بقتش بنفس الايه درجه السهوله كل ما عايز تعقد دي كبر الايه الكي خلي البلوك 20 حرف ما انت احنا فرضين طبعا ان الرساله بتاعتك فيها مئات الحروف وانت هتعمل بلوك 20 حرف فهو عشان يقعد يعمل ميكس اند ماتش من 20 ست كل مره يغير ويقعد يشوف طبعا الكلام ده كله كان مستخدم الناس كانت بتقعد تحل الشفره دي مانيوال خلاص لكن بالكمبيوتر انت مش هتعمل كده انت هتعمل برنامج يقرا الكاركترز دي كلها كسترينج وكل اللي احنا بنقوله ده يعني هيقعد يقسمه هو لست ويخش جوه لوب بيغير طول الكي وكل واحده بتقول يجرب ويغير بس يطلع له الاوت عشان ايه؟ عشان يبقى ريدبل بالنسبه له. الناس كمان يكون حاطط ديكشنري ويبتدي يدور على هيتس ووردز كامله ليها معنى فيبتدي يطلع له دي بس. فلما يطلع له دي هيقول اه والله ده ميك سنس وهيكون مطلع له معاها كمان ده هتم لما كان الكي كذا وكذا وكذا فيقدر يكمل الباقي. خلاص؟ لكن بس عايزكم تتفقوا معايا ان الدنيا هنا ما بقتش بنفس السهوله دي. لا وانا كمان لو عندي 3 كيز ما معناش ان هو محتاج 3 تايمز الوقت بتاع هنا. العمليه مش لينير صح؟ ليه؟ اذا بالصدفه اكتر حرف هنا الكي واكتر حرف هنا الكي واكتر حرف هنا الكي هيجيبها من اول مره. وهنا كان جايبها برضه من اول مره. لان لو اكتر حرف هنا الكي واكتر حرف هنا الكي واكتر حرف هنا الكي التكست كله كان اكتر حرف فيه الكي يبقى دخل 3 اضعاف الوقت ده صح؟ لكن دي بالصدفه. لكن لو الدنيا مختلفه هياخد اكيد وقت ايه؟ هياخد وقت ممكن يكون اكتر حرف بيتكرر في رساله الاي لكن في واحده من السيتس الاي مش اكتر حرف بيتكرر. ولا التي. يبقى العمليه ما هياش ايه؟ لينير. يبقى دي ديجري اوف كومبلكستي عشان اعقد. طب هل انا لما عقدتها عقدتها كمان على الديجري؟ لا لان هو عقد. معاك صح؟ هو بدل بس ما كان هو الديجري فعلا هياخد ثلاث اضعاف بدل ما كان بيطبق نفس الرول هيطبق ثلاثه رولز بس. لكن هو عارف الرول فانا عقدتها على ايه يعني هي زادت تعقيدا حاجه بسيطه بالنسبه للكريبتور لكن هي بقت اكثر تعقيدا بكثير بالنسبه للكريبت اناليست تمام يبقى ده نسميه ايه بولي سبستيتيوشن لان بولي متعدد مونو حالي بولي يعني ايه متعدد خلاص يبقى بولي سبستيتيوشن ده احنا ممكن بقى نعمل حاجه ظريفه قوي كمان ممكن نخلي الرول تتغير مثلا انت ممكن تتفق مع زميلك على البيت خلاص ان مفتاح الشفره خلاص هو الكلمه الثانيه في العمود الثالث خلاص في الصفحه الاولى في جريده الارض انتوا متفقين على دي مع بعض نو وان ايلس عرف القصه دي فكل يوم الصبح انت بتجيب الكلمه الثانيه في العمود الثالث على حسب طول الكلمه هتعرف عدد الرولز مش كده؟ وكل حرف هتدي له رقم فيبقى هو ده الشيفت. يعني لو حرف الاي رقمه زيرو معناها ان البوزيشن ده الشيفت بتاعه زيرو. لو حرف الاي ده في اول كلمه معناها اول حرف في كل بلوك هيفضل زي ما هو صح؟ وهو بالتالي مش محتاج تبعت له كي جديد، انتوا اتفقتوا مره واحده بس، يعني اتفقتوا على ماستر كي والماستر كي ده هو بيغير نفسه بنفسه. لان هو بيجيب نفس العدد صعب لازم تقول له الطبع كام. خلاص؟ هيغير نفس هيجيب نفس العدد اللي انت اشتريته من الجريده اه بقى لو ما عرفش يجيب عدد مش بقى زيه زي كريبت اناليست خلاص كل يوم الصبح هينزل الصبح بدري يشتري عدد جريده طبعا الثانيه من جريده الاهرام ويجيب مش عارف انا نسيت ولا قلت العمود الكام في الكلمه الكام وياخد الكلمه دي ويعمل تشفير والثاني نفس الكلام يعمل خلاص يبقى برضه دي نفس فكره الايه؟ البولي بس انا عمال باستمرار فمعنى كده ان لو انا بعت لك رساله والتاني ده فكها في اسبوع
فكها في 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 يوم ونص هو فكر الرساله دي خلاص عرف انا حافظت عليها لمده يوم مش عايز اكتر من كده بس معرفته بالرساله دي ما ساعدوش في انه يفك رسائل اخرى خلاص فانا بحافظ على اللايف لاين بتاعتي قلت لكم المره اللي فاتت ان القصه كلها انا اللايف لاين بتاع الداتا بتاعتي قد ايه يعني انت لو اديت واحد انف تايم هيحل الشفره بس المهم ان انت تفضل حامي الشفره طول ما انت محتاج انك تكون ايه محمي يبقى ده كله اسمه ايه؟ يقع تحت ايه؟ بول استراتيجي، طب ما تيجي بقى نعمل استراتيجي ثانيه خالص يمتنع تماما معاها الاستاتستيكال كريبت اناليس. تماما. اعمل حاجه اسمها بيرميوتيشن سايفر. اشفر بقى من من كوتيشن ماركس كده منه فيه. يعني مش هعمل مابنج انا همسك الرساله كده وهقسمها لبلوكات وفي كل بلوك هبدل الحروف اكوردنج لرول معين. هبدل حروف نفس الرساله. فمعنى كده ان الاستاتستكس بتاعت السايفر تكست هتكون ايدنتيكال للاستاتستكس بتاعت البلين تكست. وبالتالي ات دازنت هيلب بالنسبه له اي حاجه. يعني الاستاتستكس هنا مش هتفرق حاجه. لان لو الاي بيتغير بيتكرر 17 مره في رساله ما وانا كل اللي بعمله تباديل هيفضل يتكرر 17 مره. فمش هيعرف ان الاي كان اصلها ايه؟ لان انا ما عملتش حاجه اكتر من انا غيرت الايه؟ المكان البوزيشن. فتغيير البوزيشن جوه نفس الرساله لن يؤثر في ايه؟ لن يؤثر في الاستاتستكس بتاعت الرساله. وبالتالي مش هيدي اي كلو او اي هنت للكريبت اناليست عشان يفك الايه؟ يفك الشرط. نطلع هنا بقى واحد 2 3 4 لازم يخرجوا واحد 2 3 4 بأي ترتيب صح؟
بيرميتيشن. الناس دايما بتخبط بين البيرميتيشن والصفر في الشط. احنا هنا برضه عملنا بيرميتيشن بس ما عملناش الشغل الرساله. احنا عملنا بيرميتيشن جوه الدكشنري. خلاص؟ يعني قلنا الايه تيجي مكان الايه ومش عارف ايه يجي مكان الايه. احنا عملنا بيرميتيشن بس مش عارف ازاي بقى. على الدكشنري. فلما اجي اطبقه على الرساله بعينها اقدر استنتج البيرميتيشن. لكن ده عشان كده انا ما بسميهوش بيرميتيشن بسميه ايه؟ سبستيتيوشن. لانه من وجهه نظر الرساله انا شلت حرف وحطيت حرف اكوردنج. لكن هنا انا ما شلتش حرف وحطيت حرف. انا خدت مجموعه من الحروف وبدلت ترتيبها. وتاني عشان نفتكر او مجموعه من البيتس وبدلت ترتيبها. البلوك فيه 64 بيت انا جبت الاولانيه بقت رقم 63 وممكن الرقم 13 سيبها زي ما هي. تمام؟ في حاجتين مش هحتاجهم في الشابتر ده بس ده انسب مكان اشرحهم فيه تمهيدا للشابتر اللي جاي. خلاص؟ نوعين حاجتين خاصين من الايه؟ من البرميتيشن. Permutation.
الاكس يبقى هنخرج حد فكره انا قلت ايه؟ هنخرج الرابع وبعدين قلنا ايه؟ الثالث وبعدين الرابع وبعدين الاول وبعدين الثاني صح؟ هتطلع ايه؟ اتش ام او ام او ام او وهطبق نفس الكلام هنا نفس الاربع حروف اللي دخلوا هم اللي خرجوا بس بنغير اماكنهم وفي بعضهم انا هنا اعترف ان بعضهم ده واحد انا مش عايزك تفكر ان شرط خلاص وبعضهم خرج اكتر من ايه؟ من مره هنا العكس هنا نفس الحروف اللي دخلت هي اللي خرجت متبدله اماكنهم وبعضهم ما خرجش هو عندنا في الشيل ده رجعوا زي ما معش كده قلت لك ده ما ينفعش تستنى يا رب لا انت سرحت في عشر سنه انا قلت لك ايه؟ لو ده جزء من سيستم كبير بحيث نفس الداتا اللي دخلت حصل لها في القصه دي نفس الداتا مشيت في مسار تاني ما اتحذفش فيه الحرف اللي اتحذف هنا وانا مصمم السيستم مصمم هاو بحيث من الاخر هيطلع لي نفس هنعرف كل ده مع بعض بحيث في الاخر يطلع لي نفس عدد الاحرف لكن المهم ان كل حرف انا حافظت انه لازم كل حرف دخل لازم يكون مؤثر في اللي خرج عشان ارجع استرد مره ثانيه تمام؟ فليه دي مش قصتنا دلوقتي؟ لا عشان كده قلت لك دول مش جزء من شابتر 2 وعلى فكره مش هتلاقيهم في كتاب شابتر 2 بس انا بما اني شرحت كده الريبيتيشن فعايز اعملها لشابتر 3 خلاص؟ لان ممكن فاتي تشتغل على اس كده سكشن لان كل اللي هتقوله في شابتر 2 غير اللي انا قلته انا مهندس محاضر اشرح كونسبتس لكن انا قلت سيزر هتلاقي مش عارف فيجينير وهتلاقي مش عارف ايه وهتلاقي 500000 نوع وممكن عبد الرحمن يعمل عبد الرحمن سبستيتيوشن هيقعد يقلب بس يتاكد ان المابل وعكسه متحكم لكن الكونسبت موجود الكونسبت دلوقتي بالنسبه لنا هو ايه؟ سبستيتيوشن مونو بولي وبرميتيشن وزودت عليه عندنا دلوقتي في الجديد بيرميتيشن تشويس اكسبانشن بيرميتيشن دي التول بوكس بقى بتاع اي حاجه في الشابتر اللي جاي مش اللي بعده خلاص فالشابتر اللي جاي اللي هو الديس داتا انكريبشن ستاندرد بيعتمد في كل اجزائه على يا اما فيري سيمبل باينري اوبريشن زي الاكس اور او واحده من اللي انا قلتهم دول سبستيتيوشن بيرميتيشن اكسبانشن تشويس بقى كده كام حاجه؟ اربع في اي اسئله؟ لا انا مش سامع هم عندهم العدد من زمان من النقطه الثانيه هم عندهم العدد ما يخلوش كلام غير وانت بتتكلمي اه اتفضلي
النظام ده شغال كده زي ما قلنا كده، قلنا خمسه قلنا اربعه ثلاثه اربعه ثلاثه واحد اثنين مش كده؟ بس انا عايز احط له ايه وصف ايه؟ فعشان الحرف الاول في السايبر تكست هو الحرف الرابع في التكست يبقى سي 1 بي بي كام؟ 4 فيبقى سي اي بي اي بلس بي بس لا انا اي واحد بس انا عندي اربعه تولز دلوقتي يا جماعه. وعلى فكره بقى بالمناسبه هي اي ماينس دي لو انا شغال على اللغه الانجليزيه هي نفسها اي بلس 24. بس معلش انا اسف انا هنا مش بجمع انا بجمع انا هنا مش بجمع انا بجمع لكن لو انت في السبستيتيوشن حبيت بدل تجمع ثلاثه حبيت بدل ما تطرح في الناحيه الثانيه تطرح ثلاثه تجمع 23 هتودي نفس النتيجه. لما تطرح ثلاثه تجمع 23 هتودي نفس الايه؟ نفس النتيجه. انت لازم في حاجه يا جماعه الطالب في اول مره في المحاضره يستوعب ما بين مثلا 30 لغايه 70% من يعني اشطر طالب خالص يخرج المحاضره مستوعب بنسبه 70. فاذا سال ممكن النسبه دي تزيد شويه. خلاص؟ لكن ما توصلش 100%. هتروحي تعملي ايه بقى؟ واضح ان انت لسه مش قادره تقدمي هتروحي تقدمي الكلام ده كويس وتشاوري مع زمايلك وترجعي لي تاني. خلاص؟ بحيث ما تسيبيش حاجه مش فاهمها الا ما تسالي فيها. لكن لو هي بدات يعني لو انت لسه معاك دلوقتي لو قعدت اشرحها 10 مرات خلاص انا باين ان انت مش ما فهمتيش اللي انا بقوله ولا انا فاهم غلط. بص عليها لا مش عارف انا مش عايز معاك في عشرات انا قلت الكلام ده كده كتير في عشرات اللي بيقولوا دول كلهم جابوا في ورقه الامتحان ده في عشرات اللي بيقولوا دول كلهم جابوا في ورقه الامتحان معاكس كان في واحده ثانيه رفعت ايدي Thank you.